بداية فقراتنا رح تكون مع النشاط ليا، الوصول لقوام سليم وجميل أمر بيشغل بال كتير من الفتيات والسيدات، خاصة اللي طبعا بيترددوا أو بيحبوا يحافظوا على القيام طبعا قوام جميل بعد الولادة. نتعرف أكثر على أهم التمارين اللي لازم كل مرأة تقوم فيها. بس نرحب بمدرب الرياضة الكوتش رند مراد، يسعد صباحك يسعد وأهلا وسهلا صباحكم، فيك. اهلا وسهلا فيكي. صباح الطاقة والرياضة كوتش، يسعد أهلا صباحك وسهلا فيك. حبيبة قلبي. بالبداية خلينا نحكي، يمكن كثير من السيدات، خلينا أو نحكي بالعموم، شو رأيك؟ كل حدا مننا بيعمل رياضة لازم يتبع نظام غذائي محدد. طبعا خلينا نحكي بالعموم قديش مهم إنه يكون في نظام غذائي صحيح بالإضافة للرياضة الصحيحة. هو الأساس بكل شيء الغذاء، يعني الكوتش بيشكل نسبة كثير بسيطة قدام الغذاء. النظام الغذائي متعدد الوجبات اللي هلا الشيء الحديث اللي عم بيمشي بالعالم، النظام الحديث متعدد الوجبات، ما عاد بس في حميات. وجبات ولا متعدد متعدد انواع وجبات؟ وجبات طبعا. هلا نقول وجبات، ما رح نفطر رز ونتغدى رز ونتعشى رز، لا هيك هيك دارج بحس. لا لا، رح يكون في عندنا عده وجبات، رح يكون فيها متنوعه من الفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات، بس يكون عندنا تعداد بالوجبات. تعداد بالوجبات بتكون وجبات صغيره، خلينا نقول بالعاميه بتصغر المعده، بيقولوا انه معدتي هيك ما بتنفش اذا باكل كثير. اوكي. الموضوع الثاني بصير عندي سرعه استقلاب، يعني بصير عندي استقلاب اسرع، عمليه الايض حرق الشحوم بتصير عندي اسرع من المعتاد. في حدا بيقول لي انا باكل وجبه باليوم ما عم بنحف، ما رح ينحف لانه الجسم برده فعل بصير بيحفظ كل شيء. لانه بده يخزن، بده طاقه، وقت انا بفوت للجسم كل العناصر اللي هو بحاجتها فبصير بيحرق باللاوعي. كوتش، يمكن في كثير من التمارين اللي لازم كل سيده او امراه تقوم فيها واللي هي تقويه عضلات الرحم، خلينا نحكي عنها اكثر وعن فوائدها. طبيعه عضلات الرحم اكتشفها دكتور اسمه كيجل. هي العضلات هي عضلات المهبل، تقع باسفل الحوض عند الرجل وعند الانثى. طبعا اهميتها عند الاثنين مانا سهلة، بس عند الإناث معظمهم، لأنه الأنثى بسبب موضوع الحمل والولادة وهالأمور هاي فبصير في شيء كتير ضعف بالعضلة. خصيصا بنلاقي نحن بنت المدينة بالذات، لأنه القعدة اللي دائما اللي هي زاوية 90 ما في عندها قعدة على الأرض، ما في عندها قومة، فبنلاقي هاي الأمور مثلا بالولادة بتتعذب كتير، ما بعد الولادة بتتعذب كتير، بينما إذا بنشوف بنت الريف بعد الولادة بجمعة بتقوم بسبب قعدتها وقومتها ومشيها وكذا. بالضبط. بنت المدينة بتلاقيها بدها تاكل 40 يوم وبعدهم 50 يوم لانه كثير في عندنا ضعف في هي العضلات. فهذا الطبيب اكتشف هي العضلات واكتشف تمارين لها. هلا التمارين هي بتجي في تمارين سريريه بتساوى بالبيت، وفي تمارين رياضيه بتتساوى بالنادي. حتى التمارين الرياضيه بتساوى بالنادي هي ما بدها معدات، يعني معظمها بتعتمد على تمارين السكوات وتمارين البوش للهيبس، يعني انا ونايم على ظهري في كثير تمارين. وفي تمارين السكوات اللي هي بتفيد يكون اجري زاويه قائمه، اني انزل هبوط كامل لحتى احرك عضلات الرحم بشكل كامل، عضلات المهبل. بالإضافة لموضوع سلس البول، هاي الأمور الرياضة كمان بتعالج موضوع سلس البول، لأنه في كتير سيدات بتعاني من هاي المشكلة، ومعظمنا متجه للدكاترة بس، يعني خلينا نقول نتعالج كيميائيا بهذا الموضوع، بدنا أدوية، مع العلم أنه هاي العضلات كتير مهمة وكتير بتساعدنا بهذا الموضوع أنه حتى تقطع موضوع سلس البول. كوتش، بما انه عم نحكي عن يعني اهميه الرياضه للمراه الحامل وللمراه يمكن ما بعد الولاده، خلينا نقول كثير في من السيدات بخافوا انه الحامل تعمل رياضه، خلينا نحكي قديش بالاشهر الاولى. بس انا يعني بعرف انه بيقولوا الرياضه كثير مهمه للسيده لحتى تسهل عمليه الولاده، كيف شو هو يعني ايمت لازم تبلش وشو هن التمارين اللي ما لازم ابدا انه هي تعملها حتى لو قال الكوتش اعمليها؟ اول شيء نحن بالدرجه الاولى الطبيب هو اللي بيقرر اذا فيني بلش رياضه بالاشهر الاولى من الحمل، لانه هو اللي بيحدد قوه الحمل بالدرجه صح. الاولى. أوكي. الدرجه الثانيه نحن بنجي ككوتشات خلينا نقسمها نحن 3 أشهر بثلاث أشهر بثلاث أشهر، لأنه الجنين تقريبا كل 3 أشهر بيتضخم، فهذا الشيء في تمارين فيني ساويها هلا، بعد 3 أشهر ما فيني ساويها، مؤذية بالنسبة إلي وحتى معيقة، يعني أنا مثلا بالشهر الثامن ما فيني تقولي لي قوم وعود وكذا، كثير صعب. أوكي. فالدرجة الأولى بأول 3 أشهر نحن بنعتمد على تقوية عضلات، بنرجع بنقول ما بين الفخذين، بنشتغل على الخواصر، على الصدر، على الإيدين، ما فينا نضغط على الرحم،
يعني الفترة التسعة أشهر كلها ما فينا نضغط على عضلات المعدة بشكل كبير، بأول ثلاثة أشهر فينا نضغط شوي، بس يكبر الجنين ما عاد فينا نضغط. نتجنب كثير التمارين اللي فيها استلقاء على الظهر، لأنه نحن بنعرف التروية تبع الجنين تجي عن طريق الظهر. صحيح. أوكي، فما فينا كثير ننام على الظهر، حتى الدكتور بيقول لك نامي على جنبك لا تنامي على ظهرك. في كثير مجموعات تمارين فينا نستفيد منها، بس هي مجزأة لثلاثة أشهر بثلاثة أشهر بثلاثة أشهر، تتضاعف بحسب حاجة الأنثى. الموضوع الثاني هو زيادة الوزن، يعني بنلاحظ انه بتقول لك انا بدي ازيد وزني، هي الحالة الطبيعية انه يزيد وزنك. بس هو في جنين كل يعني بالشهر كيلو لازم؟ لا، ما فينا نقول بالشهر كيلو، يعني فيك تقولي هو ما بين 5 كيلو قالوا الأطباء ل 12 كيلو. اوكي، لانه يعني الجنين بيجيني جنين وزنه 5 كيلو. بالشهر 5 كيلو؟ لا لا، مو بالشهر، عم بحكي لك فترة. وانا عم بحكي لك كل شهر المفروض هو يعني بالضبط كيلو. اذا بالشهر 5 كيلو مصيبة. نقصنا. لا لا، هي فترة الحمل كلها بيسمح الاطباء فيها، بيقولوا لنا من 7 8 طبعاً. كيلو ل 12 كيلو هي حد طبيعي. تقريبا بنفقد نحن 9 كيلو اثناء الولاده. صحيح. اثناء السائل والولد وقت بينزل والمشيمه وقت بتنزل، فخلص راح هذا الوزن، بصفي الدهون اللي تخزنت بالجسم اللي هي بتتعوض شوي شوي، فينا نروحها مع الوقت. هاي الدهون هي لحماية الجسم، تتكون أثناء التسعة أشهر. بس المشكلة الكبيرة اللي هي السوائل اللي بتتشكل بهذا الموضوع. الانتظام بالرياضة، الانتظام بالغذاء، مثل ما أننا نرجع تعداد الوجبات، لأنه هون بصير في نظام غذائي، لأنه في جنين مو لحالك عم تاكلي. فهذا الشيء اللي بيخليني أنا يرتفع وزني. في صبايا بتتجوز وهي كتير عندها فات، فبتقلك أنا سمنت. ما هي بالأصل أنت سمينة، وين سمنت؟ أنت إجيتي هيك. فنحن بدنا نتجنب موضوع زيادة مفرطة بالدهون، زيادة مفرطة بالكربوهيدرات، مشان امشي بوزن معتدل كل الفترة تبع الحمل. طب كوتش، بما انه عم نحكي كمان على المرأة الحامل، خلينا نحكي ما بعد الحمل او ما بعد الولادة، يعني انه دائما بيكون عندها مشكلة ترهل البطن. بالضبط. هل في تمارين رياضية ممكن انه تشدها وترجعه لوضع الطبيعي غير عمليات التجميل؟ هو الاساس الرياضة، يعني هلا خلينا نقول الرياضة هي بتساعد بنسبة 60-70%، اذا كان في ترهل مفرط يعني بده طبيب. فنحن قلنا نسبة كتير كبيرة كمدربين أنه نساعد بهذا الموضوع، أنه نتجنب جراحة. بس بنرجع كمان فترة الأربعين يوم اللي هو في فتح بالرحم، ما فينا نحن نقرب، يعني نفس الولادة في عالم تقول لي أنا قيصرية من ولادة، هي نفس الشيء، في جرح بالنهاية. صحيح. فأنا بدي فترة أربعين يوم أمان لحتى أكون تعافيت تماما، لحتى أرجع بلش بالرياضة من أول وجديد. ونفس الشيء بنرجع منبلش بداياتنا بتقوية عضلات كيجل اللي نحن حكينا عنها، اللي هي عضلات المهبل، لأنه هي كتير بتكون توسعت، كتير في صبايا تكون تمزقت عندها هاي العضلات. بدنا نرجع من أول وجديد نشتغل على هاي العضلات برتم كتير بطيء مشان ما يصير عنا ألم، لأنه جرح القيصرية أو الولادة الطبيعية كتير صعب الرياضة مباشرة بعدها. يعني انت صار لك 9 اشهر، في صبايا صار له 9 اشهر ما لعبت رياضه، وعندها 40 يوم بعدين بدها تبلش هلا تلعب رياضه. فكتير في وجع، كتير في ازعاج، خصيصا باللاوعي بتقول لك موجوعه ببطني، هون في شيء مضايقني، لانه هي ما انا متعوده بالقصه تلعب رياضه. فبدنا كمان فتره 40 يوم بعد التمرين نشتغل على عضلات الحوض، كيجل، رح نسميها كيجل لانه الدكتور هو اللي اخترع اسمه كيجل. وموضوع عضلات سفل البطن اللي نحن بنقول انه عندنا 6 عضلات او 10 عضلات او 8 عضلات، هلا هي معلومه انا بقول لهم اياها، انه نحن عندنا عضلتين وفي اربطه رب العالمين هي خالقنا اياها، رباطين او ثلاثه، فعلى هذا الاساس بتطلع المعده 6 باج او 4 او 8، هي بقى من عند الله. اما هي عضلتين، الضعف بيصير كثير باسفل البطن. السبب الاول حتى عند الرجال الجاذبيه، نحن عندنا جاذبيه، فالوزن بتلاقي البطن بيطلع دائما من تحت لفوق. الكرش عند الرجال بصراحه. نحن ما عندنا كرش انتم. نعم كوتش، خلينا شوي هيك ننتقل للحياه اليوميه. مثلا خلينا نحكي انه مثلا صار في شيء ينصحوا فيه بالنوادي الرياضيه، انه شيء ديتوكس، مي وترانشات ليمون، هي مثلا كثير منيحه مع الرياضه، كل نهار لازم تاخذوها. هدول التفاصيل يلي عم نشوفهم على الفيسبوك والنصائح يلي بنشوفهم على السوشيال ميديا، قديش هي صح او قديش بالنوادي يعني انتم بتتبعوهم، او انه ممكن هي تكون شيء بسيط اذا واحد ما بيقدر يعمل نظام غذائي كثير كبير؟ لكي بالاساس النظام الغذائي، يعني قد ما حكينا وقد ما اخذنا مواد وقد ما اخذنا عصائر وقد ما اخذنا حوارق، المواد ما بتساوي لأي شيء. النظام الغذائي يعني انت عندك قدره جسم بيحرق باليوم 1000 كالوري 1400 كالوري. اوكي، جسمي بحاجتهم باخذهم انا لحتى اتصرف فيهم بالنهار، احكي اكل اشرب ساوي كل هالامور. طب انا عم فوت 2500 كالوري، صار في عندي زياده كالوري، وين بدي اروح فيها؟ ما بتروح. عملت نشاط رياضي راح 1000 كالوري، لسه في عندي 500،
فانا اذا ما كان عندي اعتدال بالنظام الغذائي هاي المواد ما رح تساوي لي شيء. هلا هاي المواد تجي تحت مواد طبيعيه، انه انا كثير منيح ليمون ومي فاتره الصبح، هي جدا مفيده كامعاء هي كثير منيحه. الزنجبيل جدا. هلا نحن بنقول هي الاحماض بشكل عام، الليمون الحمضيات بشكل عام، هي تسرع حرق الشحوم، بتساعد بحرق الشحوم بشكل كثير كبير، خاصة البطن. وهلا بالشتويه الزنجبيل ما في شيء اسمه خاص، يعني ما بيجوعوا، لانه هيك بحس انه عمليه حرق الشحوم كتير. بتتم بكل الجسم. نحن بنستهدف هاي المنطقه بالتمرين بس، اما انه نحن نشرب شيء ويروح لنا بطننا لا، بيضلوا ايدينا وبيضلوا. يمكن كمان كوتش في كثير هلا دارج او شائع بين الصبايا والشباب انه في حارق للشحوم، ان كان كدواء محلول عم ينباع او شيء طبيعي مثل الوصفات اللي عم نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي زنجبيل مع عسل مع قرفه مع هل ممكن طبيعية. انه تضرب المعده او حارق الشحوم الخاص بالرياضيين، هل هو مفيد او في غلط شائع؟ المواد الطبيعيه كلها مفيده، ما فينا نقول عنها مو مفيده ابدا. ان كان هلا بالشتاء الزنجبيل والكركم والقرفه والامور كثير بتساعدني بموضوع حرق الشحوم، اوكي، بس مع رياضه. يعني هي ما بتساعد اني حرق شحوم، بس هي بتفيد اكثر شيء بحرق الشحوم بالدم. يعني الزنجبيل ما بيحرق لي الفات اللي هو ببطني او بايدي، بس هو بيساعد كدوره دمويه يحرق الشحوم بالدم. يعني اذا حدا عنده شحوم ثلاثيه بيقولوا له اشرب زنجبيل وقرفه وعسل الصبح، هي بتفيدك. اوكي، بس موضوع الحوارق اللي هي مو طبيعيه، اللي هي صارت هوس الشباب هلا بهذا تماما. الجيل، ايه، انه بده نتيجه سريعه، بده ينشف بسرعه، بده الصبايا يشوفوا، بده كمان نفس الشيء الشباب يشوفوها. فهي المواد الكيميائيه هي محظوره، يعني نحن فينا نقول لا يتم استيرادها، يعني وزاره الصحه ما بتعترف فيها ويخالف كل مين بيشتغل فيها. فهذا الموضوع شائع بكثير نوادي، في كثير مواد تحت مسمى طبيه، يعني هي عم تنعطى لمرضى القلب والرئتين، فعم بياخذوها لحتى يسرع نبضات القلب، لحتى يزيد الاستقلاب عنده ويزيد حرق الشحوم. اما هي كمواد مؤذيه، كثير مؤذيه، ما فينا نتعاطى معها. دائما بنرجع بنقول الغذاء والرياضه، يعني حتى لو نحفوا عليها كوتش ممكن يرجعوا يسمنوا، ما لها نتيجه نهائيه. بالضبط، ليكي اي شيء بتاخذيه انت بنتيجه مو طبيعيه رح ترجعي لحياتك الطبيعيه يومنا. يعني في حدا بيقول لي انا عامل حميه لبن كل يوم، بس لبن وتمر، لما بدك تضلي كل عمرك لبن وتمر؟ لا، ما هلا الشيء الجديد اني انا اكل كل شيء وحافظ على القوام تبعي، اما اذا انا بدي اعمل حميه كل عمري فمصيبه. يعني طب خلينا نحكي عن الحميات المتنوعه، يعني نعطي امثله مثلا متعدده الوجبات. هلا دائما نحن بنعتبر موضوع الحميات الوجبه الاكبر اللي تكون هي بروتينات، وقت انا بدي احافظ على قوامي على عضلاتي لانه هي غذاء العضله. يعني الفطور بنعتمد على الالبان والاجبان والبيض الحليب، هدول الاساس. هلا في شق ثاني اللي هو بنعتمد عليه من الشوفان، الصبيه اللي عندها زياده وزن، الشوفان في حجم كثير كبير من الالياف، هو يسمى من الكربوهيدرات المديده. يعني هو اول شيء هو بينفش بالبطن بالدرجه الاولى، نحن اذا بننقع قبل بيوم بتنفش، فهي كمان بالبطن بتنفش. الشغله الثانيه هي بتزودني بالطاقه من 4 إلى 6 ساعات، فهي بتعطيني احساس بالشبع 4 إلى 6 ساعات. هذا الشيء كثير بفيدني اني انا عم باخذ انا الياف وماني جوعان، جسمي بيحرق فات بهيك حاله. الدجاج واللحم كثير اساسي بوجبات البروتين. يعني اني انا بعد التمرين شو لازم اكل وقبل التمرين شو لازم اكل. ونقطه هلا في كثير عالم انه لا تاكلي بعد ساعتين، لا ابدا، نحن لازم ناكل بعد التمرين لانه العضله بحاجه. المشكله هي مثل ما قلنا بنوعيه الاكل، ما انه شو اكل وما بصير اكل، لا، بس ما بصير اكيد انا اروح اكل حلويات بعد التمرين، ولا اروح اكل بطاطا وشيبس بعد التمرين. انا بدي وجبات بروتين وسلطات. وجبات البروتين لانه هي غذاء للعضله، العضله بتتغذى على البروتين بشكل اساسي، فانا لازم بعد وجبتي بعد تمريني فورا اكل وجبه بروتين مع السلطات لحتى اغذي هي العضله. هذا الشيء بخلي العضله تطرد الفات، الجسم يطرد الفات لانه انا اخذت حاجتي. الدماغ بيقول لي انا اخذت حاجتي، فخلاص ما عاد بده، بصير بيساعدني بحرق الشحوم. بس انت تكوني عندك حلقه مغلقه من الغذاء كامل، فانت طبيعي انك تحرقي، بس انت تصير في سعرات حراريه صح وتفوتي سعرات حراريه صح، طبيعي انك تحرقي. بس يكون في خلل بهذا الموضوع فانا رح يكون عندي مشكله. بالاضافه بقى لمشاكل هرمونيه في صبايا، انه نحن عاملين نظام وا وا وا، بيطلع بعدين عندنا مشاكل هرمونيه او غدديه اللي هي بدنا نعالجها. يعني في كثير صبايا بتقول لي انا ما عم بنزل. فالمشكله اكيد بيكون في مشكله مرضيه. اما نحن نلعب رياضه ويكون عندنا نظام غذائي صح، معناته في شيء غلط اذا ما عم ننزل. لا الكوتش غلط، لا النظام غلط. إذا اثنيناتهم صح فأنا بدي أنزل، مستحيل ما أنزل. صح. نرجع لموضوع أنه ندير بالنا على موضوع الغدة،
في كثير صبايا بيكون عندها غده ما عم ينزل وزنها، ما عم بيطلع وزنها، القصور او الفرط بالغده عم بيساوي هاي المشكله، ونحن ما لنا عارفانين انه انا كثير نحيفه وما عم بسمن، انا كثير سمينه وما عم بنحف. فاكيد اذا في نظام غذائي صح، رياضه صح، فالمشكله كلها معناتها مرضيه ما رياضيه. طب كوتش خلينا نحكي شوي كمان، بما انك عم تحكي عن نظام غذائي، البروتين اساسي مع الرياضه، لازم بعده عن النشويات؟ لا ما فينا نبعد. النشويات هي اللي بتعطي فات للجسم. هلا ما فينا نحن نبعد عن النشويات، النشويات نحن هلا اذا قلنا نشويات يعني مثل البطاطا مثلا بيقولوا لك لا تاكلها. نحن خلينا نقول كسوريا نحن اساسي عنا الغذاء بطاطا ورز، ما فينا بدون بطاطا ورز، شعبنا كلياته بتغذى على البطاطا ورز، يعني انت عم تقلي له البروتين عم تفوتي له افكار جديده هلا البروتين، بس النشويات هي اساسيه أساس. بحياتنا ما فينا بلاها، يعني فيهم ياكلوا اللي عم يلعبوا رياضه، بس في عنا اعتدال، دائما في عنا اعتدال، يعني نحن خلينا نقول كانسان رياضي انا بحاجه كل كيلو جرام من وزني جرامين بروتين واربعه كربوهيدرات، فمعناته انا بدي نشويات وبدي كربوهيدرات، ما فيني ما انزلهم لاني انا بحاجتهم، الافراط عن هي المو عن هي النسبه هو اللي بيساوي لي مشكله. انا ما فيني الغي اي شيء، يعني انا بدي اكل شوكولا بدي اكل شوكولا، ما انا بدي اعيش طبيعي، يعني ليش في اطباء تغذيه وليش في كوتشات؟ اذا انا بدي امشي بنظام غذائي وبدي يكون في كوتشات وما بدي اكل فمصيبه. صحيح. فلا انا بدي اكل كل شيء بدي اعيش، بس اهم شيء الاعتدال، ما ناكل لحتى ننتخن، يعني شويه اكل وجبه بسيطه خليني جوع بعد 3 ساعات واكل، معلش بيسرع هذا الشيء من عمليه الاستقلاب وضل مرتاح. نعم كوتش، يعني احنا كثير بدنا نشكرك على كل المواضيع يلي حكينا فيها، كان حديثنا ممتع وعام يمكن بالضبط. واكيد نتمنى يكونوا المشاهدين اكيد استفادوا من كل المعلومات يلي قدمت لنا اياها كوتش رند، احنا كثير بدنا نشكرك ويسعد صباحك. شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله الكل يكون استفاد من المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وصباحك نشاط كمان. يسعد صباحك. شكرا لوجودك معنا. انزلي على النادي زينب. ان شاء الله.